يعني زي ما حضراتكم شايفين زغاريد امام لجان الانتخابات في محافظه بورسعيد قبل فتح اللجان او قبل بدء فتح اللجان في محافظه بورسعيد. وتواجد طبعا تعالى كده يا محمد، ثانية واحدة عشان الناس اللي وراها. تواجد طبعا للمواطنين من ضيوف مختلفة، شايفين فيهم السيدات وشايفين فيهم طبعا الشباب وشايفين فيهم طبعا الكبار هنا في محافظة بورسعيد في مشهد من مشاهد المشاركة في العملية الانتخابية. احنا لسه قبل ساعات قبل 50 دقيقة من العملية الانتخابية، احنا لسه قدامنا جماعة فيما يقرب من نص ساعة، بنتكلم في نص ساعة لسه تفصلنا عن العملية الانتخابية والناس موجودة بكثافة وأعداد كبيرة. وزي ما حضراتكم شفتوا طبعا فرحة المواطنين وفرحة الأهالي والزغاريد اللي انطلقت أمام لجان العملية الانتخابية أو لجان الانتخابات هنا في محافظة بورسعيد. زي ما كنا بنأكد دايما إن احنا أمام عرس انتخابي، إن احنا أمام عرس انتخابي يشارك فيه الجميع، الجميع يشارك في هذا العرس الانتخابي. طبعا سيدات هم موجودين و الشباب طبعا موجودين عشان يدعوا للنزول، مفيش اي مخالفات طبعا موجودة امام لجان الانتخابات زي ما حضراتكم شايفين كده، والجميع ملتزم طبعا بعدم الدعوة لأي مرشح. وزي ما سمعنا وزي ما شفنا زغاريد المواطنين امام لجان الانتخابات والناس مستنية تفتح اللجنة عشان تخش تدي اصواتها. محروسة كمان واحدة